محافظة قنا أدى اليوم طلاب الثانوية الأزهرية بالشعبة العلمية الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية. تفاصيل هذا اليوم مع زميل هاني شحاتة. يواصل طلاب الثانوية الأزهرية أداء امتحانات نهاية العام، وقد أدى طلاب الشعبة العلمية اليوم الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية. وقد عبر معظم الطلاب عن سهولة الامتحان وأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، عدا سؤال القصة الذي جاء ليقيس مستوى الطالب المتميز. وقد كان الوقت كافيا لهذا الامتحان. امتحنت عندي كان النهارده عن انجليزي، امتحنت قرآن شفوي وحديث. هو الامتحان في مستوى الطالب اللي هو متوسط، يعني الامتحان ما كانش صعب جدا ولا اي حاجه، هو كان في مستوى الطالب اللي هو يقدر يحل الامتحان يعني. والحمد لله، يعني كله الحمد لله، زي ما انت شايف كله خارج مبسوط الحمد لله، يعني من الامتحان الحمد لله. هو سؤال القصه، انه القصه هي ملزمه للازهر النموذجي، وملزم انه هو يذاكرها اكتر من اي حاجه، عشان كده هو اختار نقطة أو نقطتين صعبين يعني. أما الاختيار في القصة فكان سهل جدا يعني، هو اختار نقطتين صعبين في القصة عشان يميز بين اللي هو المذاكرة ومش مذاكر وكده. الوقت كان كافي 3 ساعات، طبعا كافي إنك تحل امتحان زي كده 3 ساعات، فهذا وقت كافي جدا يعني. أنا مستوى الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وكان فيها أسئلة صعبة. بالنسبة للقصة كان فيها نقطتين صعبين، والاختيار كان سهل، والقطعة كانت بالنسبة للطالب المتوسط يعني، بس الامتحان برضه فيه نقط صعبة والحمد لله. الحمد لله الامتحان حلو في مستوى الطالب المتوسط، يعني حلو الامتحان، يعني هو طالب متوسط يعرف يحل في الامتحان وتمام. يعني الامتحان جاي اختياري، فيه اختياري كثير وفي قطعة ومستواه حلو وكده، يعني تمام الحمد لله. امتحنت انجليزي. قول لنا عن مستوى الامتحان النهارده. مستوى الامتحان النهارده كان في مستوى الطالب المتوسط تمام، في اسئله كانت كتير مستوى كويس يعني، سهل وكلام من ده، بس سؤال القصه ده كان سؤال صعب. سؤال القصه كان صعب. لا اشوفه لسه، الامتحان تشوف. من محافظه قنا هاني شحاته لاخبار طيبه.